سي محمد اسماعيل، هذا اول عرض ديال الفيلم ديالك، شنو الاحساس ديالك بهذا الجمهور والتهاني وكان نجاح قوي الحمد لله؟ كان ان اوف يعني الحمد لله في هذه الوقيته هذه، يعني نزلت واحد الحمل كان كبير، لان ما كنتش كنت كتعرف دائما شنو هي يعني النتيجه ولا شنو التقبل ديال الجمهور ولا الواحد كيحاول ياخذ مقاييس، ولكن هذه الفرحه ديال الناس اللي كنشوف راه غتزول لي التعب كله، غتزول سي اسماعيل تعبتي في هذا الفيلم بزاف، كانت الامكانيات ماشي في المستوى، كيفاش تخطيتي هذا الشيء سي اسماعيل؟ ما كانش خصني نعمل هذا الفيلم، لان السقف ديال الدعم اللي تعطالو 3 ملايين درهم ما يمكنش نعمل فيلم بحال هكذا، كان كيخصني نرفض انه ما نعملوش، ولكن ركبت التحدي وقلت غادي نعمل هذا الفيلم، لانه خصني نوريو لهاد الناس هادو اللي كيقارنوا افلام، يعني انا شفنا هنا افلام اللي تعدات الميزانيه اللي تعطتهم يعني 2-3 مرات، فهمتي وشنا النتيجه، ولكن انا بغيت ناخذ هاد التحدي باش نعمل هاد النتيجه هادي، باش نوري لهاد الناس يعني يبداو يخمو 2 مرات ملي يقراو السيناريوهات واللي ملي يبغوا يديروا بغيو يعطيو دعم للافلام. شنو درتي باش تخطيتي هذا التحدي؟ واش زعما كان هناك سلاف؟ شنو عملتي؟ كيفاش عملتي هذا الفيلم؟ حيت حنا مني شفنا النتيجه راه فيلم معمول بوسائل ضخمه ماشي سهل. مجهودات فرديه، لانك تعرفي البنوك ما كتسلفش وما كتثقش وزيد. انت مجهودات حتى بعض السياسيين شناهم وكانوا قالوا يعني وعدونا بانه غادي يعاونوا حتى حاجه، وحنا في ضائقه ماليه كبيره، لانه يعني يلا الشطر الثاني اللي تصرف للفيلم يعني 150 مليون وحنا نتمنى ان شاء الله تفوت هذه الضائقه. هذا دابا بغيت نسولك على محتوى هذا الفيلم، هذه القصه في الحقيقه زعما وريتي لنا واحد الحوايج اللي كنا كنجهلوهم حنا كمغاربه، واش هذا السيناريو كان كيدور في عقلك من هذه زمان او لا عاد حدثت هذه الفكره هذه؟ لا هو سيناريو اللي جاتني اللي بعد هاد الناس هادو كنت كنشوفهم وانا في الصور ديالي، كتخرج من الدار في ذاك الفدان اللي شنا، فهمتي هذوك الناس كيسميهم امباليدوس، شي عوار شي عرس شي مهرس شي مالك، الناس كبار كتشوفهم كتقول شنو هاد الناس، فهمتي دائما هذه بقات لي في الذاكره، وملي جاني السيناريو ما بين يدي وتعرض عليا فهمتي قلت ولو بدا خصني نعمل ان هوماج لهاد الناس. الناس مشاو ودفنهم تاريخ، دفنهم تاريخ. كان لابد يكون شي فيلم باش يأرخهم. عمل جمال دبوز مع سميتو هذاك ليزانديجان، وعمل تغيير في حياة هذوك القوم ديال فرنسا. كنتمنى أن هذا الفيلم هذا يعمل عاود واحد التغيير، لكن هو التغيير كان عنده بجوج. الملايير اللي تصرفت على ذاك الفيلم، انا ما عنديش كنت عندي غير ما عرفتش كنت نقدر ندير. كان عندك الاحساس الفني يا سي اسماعيل؟ دائما الافلام ديالي كتخرج من لي تريب، فهمتي كتخرج من لي تريب. سي سا ليسونسييل دون تو سكي ارتستيك، سي سا ليسونسييل. وشنو الاحساس ديالك سي اسماعيل بهاد لي زاكتور ديالك والمجهود ديالهم؟ فريمون زعما سي ان تري بون كاستينغ، اون ايت فو ساتيسفي؟ الكاستينغ هو الاساس بالنسبه ليا دائما، هاد المره اذا ما كانوش دي ستار بحال دائما ف دي فيتور ستار. هذيك البنت اللي لعبت هذيك اول مره حدا الكاميرا وشفتني كيفاش دات، علاش؟ لانه كنت كنقلب على ذاك الوجه، كنقلب على ذاك التشابه، كنقلب يعني كيف كتكون المسائل كلها مدروسه ما عندك ما ايوا
كنتمناو لك النجاح سي اسماعيل، وحنا متاكدين بان هذا الفيلم غيكون عنده اقبال كبير جماهيري. تبارك الله عليك، فيليسيتاسيون انكور اون فوا. شكرا شكرا لكم. اخر اخر كلمه للجمهور المغربي. هذا الفيلم عملناه من لي تريب، وعملناه للجمهور باش يتعرف على التاريخ ديالو ويتعرف على كنت الحاجه الوحيده اللي كنتمنى انه يشوفه في القاعه السينمائيه. كيف ما قلتي، هو موضوع شويه حساس وشويه شيق وبحكم تاريخي، وكاين حقائق جديده انا بالنسبه لي لاول مره كنعرفها من خلال هذا السيناريو، من خلال هذا الفيلم. كان الشغال شويه صعيب بحكم فيلم على 1936، كان خص كلشي الحجره الاخريه في الارض خصها تكون 1936، دونك كانت عندنا مشاكل كبيره في التورناج، لان كان خص كيتوفر لك كلشي كلشي كلشي، الظروف ديال الاشتغال ديال داك الوقت. والحمد لله واخا كانوا مشاكل تغلبنا عليهم، وتغلب عليها الاستاذ محمد اسماعيل بالصبر ديالنا، بحكم انا كنعيش كنت يعني مشاكل حيت كنت كنعاني من جهتين، يعني انا كنت من ناحيه داخله في الانتاج وميم طو كنمثل، دونك دائما كنبقى فيا جوج جهات، تقنيه وفنيه. فكنت دائما كنحرص كنحاول ما امكن نوفر الراحه للمخرج من ناحيه ديال حكم هو صحيا دابا شويه كيعاني بعض الامراض، فكنت كنحاول نكون انا اليد اليمين ديالو. تعذبت شويه، ولكن في سبيل الفن كيف ما كيقولوا، في سبيل الفيلم بحال هذا كبير تاريخي، لان هذا الفيلم ماشي دائما يقدر يتيح لك فرصه انك تمثل في هذا النوع ديال الافلام. فانا بالنسبه لي كنت كنشوفها كتجربه فنيه غنيه جدا بالنسبه لكارير ديالي، وشيقه بالنسبه للجمهور انني يشوفوني في ذاك الدور، ذاك الانواع ديال الادوار. ف انا كنقول دائما شكرا محمد اسماعيل، لان هذه ثالث تجربه كنخدم معاه، ودائما في كل عمل كنحس براسي وحده اخرى، يعني كل عمل كنخدم معاه دور مغاير على العمل آخر. فأنا بالنسبة لي مع عمري ما غنسى الفضل ديالو عليا، وكيبقى دايما الأب الروحي ديالي، وكنتمنى له الصحة، وكنتمنى له طول العمر، وكنتمنى له يزيد يعمل أعمال آخرين، لأن يستحق ويستحق جميع جوائز الدنيا. كيفاش كانت عندك تجربة ديال الإنتاج؟ الحقيقة شوف، أنا ما كانش عندي زعما حتى شي فكرة أنني غندخل لهذا المجال هذا، وما عمري ما فكرت فيه، ولكن بسببه هو اللي حطني في واحد الموقف حرج جدا. قال لي دوك هو اللي لحق الماء ديك اللعيبة ديال هسا اختار رضا. اكزاكتومون. قال لي يا بنتي انا ما كرهتكش نعطيك هاد التجربه ديالي اللي في لاكارير ديالي كامله، وتشعتي انت زعما الخلف ديالي تكون. فانا بالنسبه لي لاول تجربه، وكنتمنى الناس يتقبلوا مني هاد اول تجربه، ويلاه كنتعلم. وقعت في اغلاط سي نورمال، وكانوا عندي مشاكل، وانا عجبني الحال انني كانوا عندي مشاكل. علاش؟ لان يعني بديك المشاكل تعلمت بزاف د الحاجات، وكانوا بزاف ديال العوائق، ولكن الحمد لله. وباقي لحد الان، باقي لحد الان عندنا مشاكل كثيره، ولكن بالنسبه لي ملي كنشوف الريزلتا كنقول اللهم لك الحمد، لانني باش قدرت نوصل يعني نعمل واحد اول عمل ديالي في لاكارير ديالي وفي الانتاج، وندير موفق بين التمثيل والانتاج، ويخرج عمل بحال هذا بالنسبه لي معجزه. ولكن ولو يكون العمل كيف ما كان، يعني انا دابا كنتسنى غير رد الفعل ديال الجمهور، لان هنا بالنسبه لي كانوا قادوا سينمائيين وعلى راسي النقد ديالهم وعلى راسي كل شيء، ولكن كنتمنى حتى الجمهور يعجبوا الفيلم، لان بالنسبه لي فيلم بحال هذا خصو يشوفه الجمهور. دونك يمكننا نقولوا ان فرح الفاسي هذا افتخار لها، لا بالنسبه للتمثيل ولا بالنسبه لتجربه الانتاج في هذا الفيلم هذا. بالضبط. ويعني ما عرفاش واش غنعاود التجربه ديال الانتاج، الله اعلم. ولكن بالنسبه لي كعمل، بالنسبه لي انا فخوره عملت في هذا يعني هذا المجهود هذا، وكنتمنى يعجبوا الناس.